حتة كمان اهي. ماشي ماشي. هيجي. متابعينا الاعزاء، متابعي بالقهليه لايف في كل مكان، برحب بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظه الدهليه. عم السيد عبد الغني اشهر واقدم سمكري تصليح بوابير الجاز، بيغني بصوته الجميل على دقات قلب العندليب. الراجل الوحيد اللي يمكن النهارده نشوف عنده بوابير الجاز هو بيصلحها، يعني ناس بتجيله من كل مكان. رب اولاده على هذه المهنه التي تقاوم الاندثار واحفاده. النهارده يعني قاعد في مكان معروف هنا في مدينة السملاويني، الناس بتجيله من كل مكان. هنعرف أكتر تفاصيل أكتر عن هذه المهنة، يعني ما عدناش بنشوفها في أي مكان تاني. وكمان هنسمع صوت عم السيد اللي يمكن صورنا معاه قبل كده وأطلقنا عليه لقب عندليب السملاويني اللي استحقه عن جدارة الحقيقة، بصوته الجميل اللي بيمتع جميع متابعينا متابعي الدقهلية لايف. برحب بيك يا عم السيد. اهلا وسهلا. صباح الورد. صباح الخير يا باشا. كل مره بنيجي نصور معاك بيبقى يوم ممتع وجميل. الله يخليك. الناس اول ما بيشوفوا عم السيد عايزين نسمع اغنيه. بحلم بيك، انا بحلم بيك. بس ما افتكر اغنيه حلوه. ما احنا غنيناها على الموقع التاني فعادي، مش فارقه هنا حتى نعيدها تاني. هي هي عادي. بحلم بيك انا بحلم بيك، وبشوقي مستنيك، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. عشت ليالي يا احلم بيك انا بحلم، بحلم بيك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا، بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، وانت حياتي وابتساماتي كل العين والقلب، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. عشت ليالي اني احلم بيك انا بحلم، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. عشت ليالي اني احلم بيك انا بحلم، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. عشت ليالي اني احلم بيك انا بحلم. الله عليك يا عم السيد. صباح الفل. اتفضلوا اتفضلوا يا حبايبي. الناس كلها بتشجع عم السيد، متعودة على صوته الجميل، دايما بيدندن هنا في شارع طبعا في مدينة السنبلاوين زي ما حضراتكم شايفين. يعني يمكن واحنا واقفين قبل التصوير صنع في دقايق معدودة زي ما حضراتكم شايفين. ده نموذج صغير من قطعة طبعا لعلبة سمنة قديمة كانت مرمية، يعني الحاجات اللي احنا بنرميها، الفوارق بتاعت السمنة، علبة الاسبراي، اي حاجة هنا وبيعيد تدويرها من اول وجديد بطبعا بعض الادوات اللي معاه من سنين، زي ما بيقول عليها كده الصندوق الاسود اللي معاه رفيق الدرب من سنوات.
هو معاه. ايه اللي معاك ده بقى يا عم السيد؟ دي مصفى بتاعت عصير، عصير قصب. السلك بتاعها بعد ساعات من بيتخرم وعشان ما نزلش رواسب بيجيبها الزبون على حمل الحتت اللي هي ايه مخرمه عشان الرواسب ما تنزلش. بدل ما هي تترمي انت بتصلح الحاجات اللي فيها، الاجزاء البايظه او التالفه اللي فيها. ايوه وتعيد تدورها تاني من جديد. هي دي لو صاحبها هيشتريها من اول وجديد هيبقى سعرها عامل كام تقريبا؟ ديت اما تتعمل تجيلها ب 150 جنيه. فهي بتتصلح كده بمبلغ بسيط. احسن ما تترمي ويجي غيرها. انت بتعمل فيها ايه بقى دلوقتي؟ هي مكسوره اهي. مكسوره اهي. ايوه. فعشان ما الكسر ده ما يزيدش بنلحمه عشان ايه ما بتلحمه بقى باللي هي الماده اللي مش دي اسمها الازدير تقريبا؟ ايوه. انت بتعمل فيها ايه بقى اللي انت بتعمله ده دلوقتي؟ صنفرة عشان اللحام يلزق. ايه دي صنفرة؟ وراني كده؟ صح. دي صنفرة اهي. تمام. صنفرة عشان اللحام يلزق. لو ما صنفرناهاش كده اللحام ما يمشيش. وايه بقى المادة اللي حضرتك بتحطها؟ دي بقى مية نار او بمعنى صح حاجة اسمها حامض كبريتيك. تمام. لا يمكن اللحام يلزق الا ما احط من دي. لازم دي علشان لحام الازدير يلزق عليه. ان ما كانش نحط دي ما يلزقش عليه. خد بال ستك. تمام. كمان يا جماعه عم السيد هنا بيعمل اقماع الكنافه والقطايف هنا. بنعمل اقماع الكنافه وشايفين دي اللي هي البخاخه بتاعت بنعمل اقماع بسكوت. ايوه. وبنعمل مناقيش كحك وبنعمل كل حاجه. كل حاجه بنقدر نعملها. مش متوقفين على البابور الجاز بس. حد لسه بيعمل الكحك في بيته؟ امال ايه؟ في ناس بتعمل كتير. متعودين. متعودين بياخدوا مني اقماع هنا. ما انا هوري لك القمع اهو اللي انا عامله. ده مش ده برضه نفس اللي بيتلحم بيه اللي هي الاطباق والحالات الالمونيا؟ لا لما بتبوظ ولا دي حاجه ثانيه؟ دي مع بسكوت بنعملها. ايوه شايفه كده؟ ده صح. ايوه ده قمع بسكوت بتاعت البسكوت فعلا. بتحط في المكنه اللي هي بتدور بالايد. ايوه وبيعمل البسكوت. ده بنعمله احنا على ايدينا. بنقلب سمنه اهي. واخد بال حضرتك؟ فكل حاجه بنعملها يعني. ربنا يعينك ويديلك الصحه. مش مرتبطين بالبابور الجاز. الفرن بتاعه التورت انقرض يعني عشان ما انقرض احنا نقعد في البيت. لا احنا بنقعد برضه. يعني هو كان في البدايه تصليح بابور الجاز فقط. هي اساسي تصليح بابور الجاز. لما انقرضت وما بقتش موجوده قد كده غير في الشتاء يمكن؟ في الشتاء بس. وقليل كمان. ما بيجيش الا في الشتاء بس. فانت بتصلح بقى الحاجات اللي هي دي وبتصنع. بتجيني كنكه عايزه ايد بنعمل لها ايد. براد عاوز ايد نعمل له ايد. حله ستانلس عايزه ايد بنعمل لها ايد. صح كده. يعني حله ستانلس مثلا بتكون عاوزه ايد. عندي اياد اهي. اياد اهي بتلحمها فين؟ بنركبها. أيوة. لا بنبرشمها. فيها برشمه اهو برشام المونيا. بنحطها هنا كده في الحله. تمام. بنشغلها يعني. تمام جميل. علمت حد من اولادك في المهنه دي؟ لا 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 لا. ليه بقى؟ لا انت ما عادش تنفع. انا كمان متربي فيه وقاعد فيها ما اقدرش استغنى. انما اولادي ما رضاش. انا ما رضاش. انا ما رضاش اشغل عيل فيه. علشان صعبه ولا ما عادتش موجوده؟ لا يعني ما فيش اقبال عليها. ما تاكلش ايه. ما تاكلش. انما انا مهنتي ديت انا متربي فيه ما اقدرش استغنى عنه. يعني اي شغلانه ثانيه لو جبتها لي ما رضاش اشتغل فيها. دي انت بتحب المهنه دي وتربيت أنا عليها؟ انا بحب المهنه دي قوي. يعني هي عندي المهنه دي بالدنيا بحالها. يعني انا المهنه دي عندي في دمي. شوف المود منه. انت كده بقى بتسخن اللي هي الحاجه اللي معاك دي اسمها ايه اللي بتلحم بيها؟ ديت اسمها مكوه بالنحاس. مكوه يعني دي اصلا نحاس. دي نحاس. نحاس لون بقى النار اللي مغير. الكيلو النحاس دي ب 1000 جنيه. انا جايب المكوه ديت بقى لها اسبوع. قطع 520 جنيه. ياه. والله ب 520 جنيه. بتسخنها على النار؟ بسخنها على النار. وبعدين تيجي تقطع القصدير كده منها. ايوه. وتقوم ايه؟ الحموه. بعد ما بتحط اللي هو حمض الكبريتيك علشان احط الحمض الكبريتيك الاول. في واحد في حمض كبريتيك مركز وفي حمض كبريتيك مخفف. تمام. ودي
دي ودي ودي ما يستغنوش عن بعض، لا دي يشتغل يستغنى عن دي ولا دي يستغنى عن دي، الثلاثة دول هم دول اللي بيشغلوني. الله عليك. خد بالك نفسك، ديت ديت علشان خاطر المكوى الشال الزين لازم أعمل إيه؟ لازم لما أخدها يعني أحكها هنا كده. أيوه. عشان إيه؟ الوز بتاعها يبقى أبيض كده. هو ده إيه؟ دي حاجة اسمها نشادر. نشادر. دي بيقولوا عليها نشادر. آه. وبعدين تجيب قطعة القصدير الصغيرة وتلحم بيها القطعة. بنعوزها علشان تنضف المكوى، لأن دي من غير ديت ما القصدير ما يشتغلش. أيوه قربهم من بعض كده عشان تبقى الصورة واضحة. اتفضل يا عم السيد. والله انت هاي سمعنا حاجه يا عم السيد بقى. ماني سمعتوه. شفت بقى جمال كلاب سمعتوه يا محمد. مسمينه عندليب السنبلاوين والله. عندليب السنبلاوين عم السيد. طبعا يا رب دايما. تسلم. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يحفظك. تسلم. الله يحفظك. وقالها في أماكن عالية حسناء بنت حواء آدم. تسلم يا عم السيد، ربنا يحفظك. مستورة معك يا بنت. يعني لما يبقى في شباب كتير قاعدين بيقولوا البلد ما فيش فيها شغل، البلد ما فيش فيها شغل، وللأسف قاعدين على المقاهي، قاعدين على الطرقات، ليه مضايقة اللي رايح واللي جاي؟ ونشوف عم السيد ربنا يحفظه ويبارك في عمره 84 سنة من نعومة أو منذ نعومة أظافره، من 14 وهو عنده 14 سنة وهو شغال. لا يكل ولا يمل. الناس عندها اجازات، الناس عندها لكن يعني مناسبات، لكن هو ده بالنسبه له الشغل متعه. بالنسبه لعم السيد المهنه دي بالنسبه له هي روحه، يعني زي ما بيقول كده زي الدم بتجري في عروقي، زي الدم. ما رضيتش ان انا اعلمها لحد من اولادي او احفادي علشان خاطر مهنه مرهقه وكمان بتقاوم الاندثار. لو في طبق المونيا حل المونيا زي ما هو قال هنا بيعيد يعني تدويرهم من جديد او بيصلحهم بدل ما تترمي. هنا زي ما حضراتكم شايفين دي عملها تقريبا في دقيقه او دقيقتين. دي ممكن تبقى فورمة، ممكن تبقى صينية لتقديم مثلا الشاي أو حاجة، ممكن تبقى فورمة لصنع الكيك أو الكيك أو مثلا الطرد أو حاجة تدخل الفرن عادي. طبعا التانية دي البخاخة يمكن ما بقتش موجودة قد كده، بس طبعا أهالينا أكيد عارفينها. أستاذ مصباح محدش قال لحضرتك تتابعنا الموضوع، لو تافه زي ما أنت بتقول أخرج من اللايف. بنقدم النماذج الإيجابية لشغالة كأنها رسالة شبابنا النهارده، اشتغل ما تقولش البلد ما فيش فيها شغل، واكيد ربنا هيرزق كل واحد على قد تعبه. دايما كنا نقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. في شباب كتير لقوهم قاعدين يقول لك البلد ما فيش فيها شغل. الشباب الايام دي باظ تبيكم مش غريب بالك. العيل النهارده طالما واحد سليم مش مع واحد مفسود بيبوظه. للاسف طبعاً. للاسف يعني انا اعرف شباب صيع يعني احنا الساعه كام دلوقتي؟ يعني انت لو شفت حفيد ليك انت ما شاء الله عندك اولادك واحفادك ربنا يحفظهم. لو شفت حد فيهم ما بيشتغلش ولو جيت تقول له اشتغل يقول لك ما فيش شغل، هترد عليه تقول له لا ايه؟ لا باسلوب كده نصوح كده، انت الجد، انت الاب القدوه ليهم. يشتغل عشان خاطر يعني هيجي يوم يتجوز ومراتك عايزه فلوس، تبقى مسؤول عن أسرة ويفتح بيت. مسؤول عن أسرة وعن بيت وعن وأكون ساكن لازم يشتغل. أنت نموذج ليهم يا عم السيد في سنك ده، ربنا يديلك الصحة، بتشتغل ما بتقعدش يوم، مفيش يوم أجازة عندك. أنت عارف يوم الجمعة؟ يوم الجمعة اللي هو راحة أنا بزعل والله. عايز أشتغل. تبقى متضايق، قاعد في البيت متضايق. والله العظيم يوم الجمعة في العيد. أنت عايز أكتر من العيد، يا دوبك أول يوم العيد يا دوبك نفر اقعد في البيت يقابل ناس حبايبه ولا حاجه عشان الضيوف واجي تاني اقعد في تاني يوم تيجي تقعد هنا. انا انت بقى هتعمل ايه من القطعة الصغيره اللي معاك دي يا عم السيد؟ ده انا بعملها ورده للبخاخه كمان. يا عم ده انت كمان حتى البخاخه مدلعه خالص. قول لي بقى ناس عايزه تسمع اغنيه تانية. تاني حلوه. تاني راجعين للحيره تاني. الله والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني. النار والعذاب من تاني من تاني من تاني.
تاني ويغيب القمر ويعيش السهر وقات الألم في ليالي الندى يا ياللي شفت في عناي الدوع وانا جارت بعيد يا ليل يا ليلي يا عيني خلي فجر الحب يطلع بدري يتملى البعيد ملأ مشوارنا البعيد يا الله عليك يا عم السيد. جبار جبار يا سويتو جبار رقيته جبار خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش اعرف ان النهارده ان العيون تقدر تكون بالتسويده كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده وجبار جبار 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 الله عليك يا عم السيد يعني ما شاء الله ربنا يديله الصحة في العمر ده وصوته جميل. تخيلوا بقى وهو كان شباب في العشرين في الثلاثين من عمره كان صوته عامل ازاي، كان بيحيي أفراح وكأنها هي دي النقوط بتاعة العريس والعروسة، كانت الفرقة تيجي أو زي ما بيقولوا المزيكاتية وكان هو عليه الغنى يطلع في أغاني الأفراح في أفراح الجيران. أيوة كان بيقول لي بحبك أيوة كان بيقول وانا من لهفة قلبي صدقته على طول كنت اشوفه واسمع واحس بقلبه كنت عايش مش عشاني عشانه عشانه مكنتش اعرف ان العيون تقدر تكون بالشكل ده ولا كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده وجبار جبار 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 مفيش كلام يتقال بعد صوت عم السيد الجميل ده. ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره. زي ما قلت معاكم متابعينا الأعزاء ما يحلاش ليه ان هو يصلح بوبير الجاز او اي حاجة عنده يصنعها او يصلحها غير على صوت حليم وبيدندن لأغاني عبد الحليم عاشق العندليب. بشكركم جدا متابعينا الأعزاء متابعي الدقهلية لايف وإلى اللقاء في تغطية جديدة. كنا مع نموذج إيجابي للكفاح والمثابرة عم السيد 70 سنة في مهنة تصليح أو سمكرة بوبير الجاز وتصليح كل الأدوات هنا وإعادة تدويرها زي ما شفنا يمكن علب السمنة القديمة اللي بنلقيها وبنرميها هنا وهنا النهاردة بيعيد تدويرها بيعمل حصالات بيعمل فرم للترط صواني لتقديم الشاي. شفنا يمكن البخاخة اللي هي طبعا لمطاردة الحشرات وطبعا بيعمل حاجات كتيرة مع الكنافة والقطايف وشفنا طبعا يمكن الأقماع دي بتاع طبعا الجاز وبيعمل أقماع كمان للبن. قدمنا لكم هذا نموذج إيجابي. بشكركم جدا متابعينا الأعزاء متابعينا الدقهلية متابعين أو متابعي الدقهلية لايف تابعونا في مزيد من تغطيتنا المستمرة والمختلفة في محافظة الدقهلية. كنت معكم أنا حسناء رفعت في الشغل معكم.